السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد عليكم، مساء الفل، مساء كل حاجة حلوة عليكم. النهاردة معانا تقرير من محافظة البحيرة مركز المحمودية. جالنا طلب استغاثة من على التواصل الاجتماعي بمريض اسمه شاب اسمه مصطفى محمد الشرقاوي، طلب مناجدة ان هو عنده مشكلة جامدة قوي. فطبعا نزلنا من ارض الواقع من محافظة البحيرة مركز المحمودية، نزلنا صورنا معاه. مصطفى السن 27 سنة، كان شغال سقط من الدور الثالث، كان شغال في احد الشركات. مصطفى شغلته صنايعي محارة في شركات المقاولات. مصطفى كان شغال ووقع من الدور الثالث، سقط من الدور الثالث، تمام. جاله حاجات كتير قوي 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 من الواقعة دي. معانا تقرير كده احنا عاملينه لمصطفى، هنشوفه ونرجع لكم تاني. احنا النهارده موجودين في محافظة البحيرة مركز المحمودية. جالنا تواصل اجتماعي مشكلة، والمشكلة دي مشهورة على التواصل الاجتماعي مع احدى المواطنين في مركز المحمودية في محافظة البحيرة، مع اسم المريض مصطفى محمد. في حوارات كتير وفي مشاكل كتير حصلت مع هذا الشاب، واحنا نزلنا النهارده نوصل معاكم من محافظة البحيرة، نوصل معاكم المشكلة ونعرف ايه هي المشكلة. يلا بينا نشوف المشكلة ايه. واحنا دلوقتي موجودين من المستشفى في المحمودية، ودلوقتي هنشوف حالة مصطفى ايه، وكلكم ان شاء الله هتشاهدوا معانا. ازيك يا مصطفى؟ طبعا مصطفى فقد السمع من الحادثة اللي حصلت. انا طبعا هنسيب الكاميرا ان شاء الله تتابع معايا، وان شاء الله هنعرف المشكلة بتاعته. انا بوجه رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيادة النائب العام، والسادة المسؤولين. أنا اسمي مصطفى محمد الشرقاوي، مركز المحمودية، محافظة البحيرة، قرية أبو كير، شغال صناعي محارة. ما حدش قال لي هي الصناعة دي، باكل عيش منها، وبصرف على أمي وعلى أربع أخوات وعلى جد حالي. اشتغلت مع مقاول من عندنا من سنة بعد مركز المحمودية محافظة البحيرة. اشتغلت معاه في الساحل الشمالي في محطة الضبع النووية، الطاقة النووية تبع شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العامة. صاحبها اسمه المهندس محمد ابراهيم العربي، وابراهيم العربي المقر بتاعها في القاهرة في التجمع الأول أمام مسجد أنا خديجة، والمقاول اسمه حامد رشاد درويش. اشتغلت معاه في الشركة هناك في المحارة، وكان للأسف كانوا بيغصبوا علينا نشتغل من غير أمان، من غير سيالة، وكانوا يجوا حافظين علينا في الشغل لأجل إن هما ينجزوا في عملهم وشغلهم ويكسبوا ملايين على حسابنا. وأنا للأسف ما كنت محتاج إن أنا أشتغل، لأني شغال على دراعي صنايعي. لو قعدت يوم مش هلاقي آكل ولا أشرب ولا أصرف على بيتي. وقعت شغل من الدور التالت، ولما وقعت خدوني رموني في مستشفى مطروح. كان عندي نزيف على صدري، كان عندي نزيف على المخ، وكسر في ظهري ثلاث فقرات والعمود الفقري ودخاء مقطوع. رموني في المستشفى ما صاروش فيا. المقاومة من ساعة ما رماني ما جاش بص عليا حتى. نقلوني مستشفى جماعة، مستشفى جماعة اسكندرية. قعدت اتبهدلت هنا، قعدوني في الطوارئ تحت واتبهدلت. كنت محطوط على اكسجين، اتبهدلت في الطوارئ ومفيش حد سأل فيا ولا اجيت غلط.
وقال لي 8 اشهر في المستشفى في الطوارئ، ما حد سال فيا واتبهدل دكتور عليك وراح فراق. المقاول جيت اكلمه والاكسجين على حنكي مش قادر اخد نفسي وانا بين الحياه والموت، شتمني وبهدلني وجاب في السكه في وشي وشتم اهلي وبهدلهم والشركه هددتنا قالت لنا لو اشتكيت ولا عملت اي حاجه مش هتعرف تاخدوا مننا اي حاجه، لان احنا معانا ناس كبار واصليين، ولو اشتكيت وعملت اي حاجه مش هتعرفوا تاخدوا مننا اي حاجه. قعدت اكتر من 8 اشهر في المستشفى لما الكرة احملت جسمي. اهل الخير ساعدوني طلعونا اتعالج من الكرة في مركز الدكتور محمد عيد في مركز المحمودية. انا بقالي اكتر من 5 اشهر بتعالج من الكرة بس، وعندي عملية غالية وللأسف لازم اسافر برا مصر، وعندي عملية في ودني بسبب العلاجات الغلط اللي انا اخدتها في مستشفى الميري وتركيب سماعة. انا عايز بس كل اللي انا عايزه ان هم يجيبوا لي حقي واعمل عمليات وامشي على رجلي، ده اللي انا طالبه. يا ريت سيادة الرئيس يسمعني ويا ريت وزير الداخلية يسمعني، لان انا عملت شكوى قبل كده ومحدش عمل حاجة ومحدش بيتحرك، وعشان احنا لازم عشان نتحرك والشقة تتحرك في المجاول والشركة لازم اقوم محامي بالفلوس، وانا ما عايش ان انا حتى نجيب علاج. انا اخواتي دلوقتي بيشتغلوا وبيشحتوا وبيصرفوا علي، والله بيشحتوا وبيصرفوا علي. انا اطلبه بس ان هم يساعدوني ويهتموا بيا، يهتموا بيا لان انا ما حلتش ونفسي امشي على رجلي واحس بالحمام، لان امي اللي شايله همي، امي اللي شايله همي، احس بالحمام واسمع صوت اخواتي واصحابي واسمع اي حد بيكلمني وانا متبهدل. لفينا على دكاتره ياما مش عارف على حكه من انيميا اللي عندي ولا باخد علاج لمعدتي، مش متبهدل. لا لا في محدش يدعس يا ست الراجل بس اسمعني. ودي كانت قصة مصطفى محمد الشرقاوي. زي ما حضراتكم شفتوا مصطفى أحواله عاملة إزاي، بقاله دلوقتي داخل في سنة عنده بدل المرض 6 أمراض، جاله حاجات كتير أوي. أول حاجة جاله قطع كلي بالعمود الفقري في الفقرة التالتة والرابعة والتامنة. تاني حاجة جاله كرح فراش من الدرجة الرابعة، يعني عنده كرح فراش من الدرجة الرابعة. تالت حاجة جاله نزيف على المخ. رابع حاجة جاله نزيف على صدره. خامس حاجة عنده قطع في النخاع الشوكي، ودي أصعب حاجة علينا. وهيكون دلوقتي معانا الاتصال الأستاذ، معانا دلوقتي اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج التحدي ان شاء الله. معاك محمد عبد العزيز فتح الباب، محامي من محافظه البحيره يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا سلام. الله يكرمك يا رب. انا كنت هتكلم عن حاله برضو، حاله مصطفى محمد عطيه الشرقاوي من المحموديه. تمام. عايزين نعرف التفاصيل بالظبط كده، عايزين نعرف التفاصيل بالظبط. تفاصيل مصطفى ده عامل من العمال العاديين اللي هم عامل محاره. تمام. بيجري على والدته وبيجري على اخواته، وكان شغال مع مقاول من عندهم من القريه اللي هم فيها. تمام. اللي هي قريه كفر الرحمانيه دي تبع المحموديه. تمام. المقاول ده اسمه حامد رشاد درويش. تمام. فكان المقاول ده شغال في شركه يا فندم. تمام. تبع شركه الشروق للمقاولات والتوريدات العامه. تمام. في التجمع الاول امام مسجد امنا خديجه في خلف السنتره في القاهره. تمام. طبعا العمال عامل محاره، المفروض يبقى فيه عشان اطلع على سؤاله اقوم بعملي لازم يكون فيه حاجات الامان اللي هي تحميني وانا واقف على السؤال. تمام.
المقاول غصب عليه انه يطلع الدور الثالث بدون حزام امان، بدون اي حاجه المواصفات، يا كده يهدده ان هو يطرده من الشغل، هو ده الشغل اللي عندنا، وتطلع تشتغل في الدور الثالث. تمام. فعلا الراجل طلع واشتغل. طب ما رفضش الساعه ليه؟ 9 الصبح. نعم مصطفى ما رفضش ليه؟ نعم يا فندم. مصطفى ما رفضش ليه ان هو يطلع؟ غصب عنه، راجل بيجري على اكل عيش، واصلا وهي دي شغلته. تمام. وجميع العمال نفس الكلام نفس الكلام، يعني هو كل العمال بيطلعوا نفس ال، ما فيش حزيمه امان، ما فيش اللي هي السلالم اللي احنا بنشوفوها في المولات الكبيره ديت، ما فيش الكلام ده، ما كانش موجود. تمام. فطلع اشتغل. تمام. فطبعا اختل التوازن بتاعه من على السياله، وقع من على السياله من الدور الثالث. يا ريت بعد ما وقع حتى يعني لا 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 رحمه من المقاول او من صاحب الشركه او شالوه رموه في مستشفى مطروح، قعد اسبوع في مستشفى مطروح ومحدش بيسال عليه، خدوه اهله نقلوه مستشفى الضبعه، وبعد مستشفى الضبعه بيجروا بيه اهوت، والله العظيم قسما بالله العظيم الناس بتلم لهم دلوقتي من 14/4/2019 لحد دلوقتي هو مر في مستشفى في المحموديه بالمساعدات من الناس، والمجاور تنصل من المسؤوليه، والشركه راحت له زارته قالت له هنعالجك يا مصطفى. طبعا يا فندم ده عنده قطع في النخاع الشوكي، اه ده حاجه صعبه، عنده كسر في الفقرات، الفقره السابعه والفقره الخامسه، عنده القوقعه بتاعت الاذن ما بيسمعش. يعني هو حضراتكم يعني نزل استغاثه لسياده الرئيس، ونزل استغاثه لوزير الصحه واصحاب القلوب الرحيمه من اسبوع على السوشيال ميديا، عشان حد يرقب بحالته او يساعده او يتحرك حتى يقف على رجليه. حاولنا كتير طبعا، الناس لجأوا لي بصفه محامي وكلام من ده، فعملت محضر اخيرا في نيابه المحموديه عشان بنتهم فيها المجاول ان هو متسبب في اصابه مصطفى ده. معايا يا فندم؟ سامعني حضرتك؟ اه مع حضرتك. والتقارير لو عايزينها انا نجيب لكم التقارير بحالها والاشعه اللي عملها مصطفى. معانا التقارير. مصطفى دلوقتي ما هوش لاقي يصرف يا فندم. معانا التقارير اهيت معايا دلوقتي موجوده معايا. وصلتكم التقارير؟ اه معايا موجوده معايا دلوقتي وشفتها، وان شاء الله هنقدر نساعد مصطفى ان شاء الله، ونجيب حق مصطفى ان شاء الله بعون الله. الله يكرمك يا فندم، واي حاجه انتم عايزينها تقارير او اي حاجه، انا نعرف القناه بتاعتكم دي قناه كويسه، والبرنامج بتاعكم ده برنامج كويس جدا، وبتساعد الحالات اللي زي مصطفى دي ان شاء الله بعون الله. فانا عشان كده اتصلت بحضرتك برضو، وعارف ان انتم توصلوا صوتنا المسؤولين حتى، او اي حد يتبنى حاله مصطفى او الشركه، حتى لو عايزين اي بنات عنها نجيبوها لكم حضراتكم ان شاء الله بعون الله. حقيقة مصطفى هيرجع، وانا من خلال النهارده من خلال برنامج التحدي ان شاء الله بقول لك يا مصطفى حقك هيرجع، ما تقلقش من اي حاجه، ان شاء الله حقك هيرجع، ما فيش كلام، احنا كلنا معاك، الشعب المصري كله معاك، وصوتك وصل، وان شاء الله احنا بنقول لك احنا معاك في كل حاجه ان شاء الله لحد ما تعمل العمليات المطلوبه منك. طبعا مصطفى عايز يا جماعه، مطلوب منه يعني مطلوب ان هو يعمل كذا عمليه، منهم عايز زراعة قوقعة، وعملية تانية تثبيت فقرات في العمود الفقري، والفقرة الرابعة والتالتة والتامنة، وعملية في قطع النخاع الشوكي، وعملية تانية، وبعد كده بقى ان هو يعالج قرح الفراش. كل الامراض كل الحاجات دي طبعا عند مصطفى، ومصطفى طبعا بيناشد كل الناس من خلال البرنامج، احنا عايزين نساعد مصطفى، كل الناس اللي تقدر تعمل خير، كل الناس اللي تقدر تعمل خير. تمام، هيكون في ارقام موجوده على الشاشه تبع المتواصل مع الاعداد، ان شاء الله تتواصلوا معانا، اي حد عايز يعمل خير ويساعد مصطفى يكلمنا من خلال الارقام الموجوده دي، واحنا ان شاء الله هنوصلكم ان شاء الله مع الحاله مباشر. احنا معانا تقرير تاني كده هنعرضه لحضراتكم، وبعد كده ان شاء الله هنشوف التقرير ده، وبعد كده نشوف طبعا لو في وقت ان شاء الله هنكلم الدكتور محمد عيد، لو في وقت اسمح يعني ان شاء الله هنكلم الدكتور محمد عيد، لو ما فيش ان شاء الله. تمام، وطبعا احنا معانا الكلام بتاعنا، معانا كل حاجه، معانا تقرير من مستشفى جامعه اسكندريه، ومعانا تقرير طبي من مستشفى كفر الدوار العام، ومعانا تقرير طبي من مستشفى مطروح العام، كل التقارير دي. يلا بينا بقى نشوف التقرير اللي هيجي ده، وان شاء الله استقبلونا ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله.
يلا بينا نشوف التقرير ده. الرئيس، سيادة الرئيس، ربنا يخليك ويبارك لنا فيك. انت بعد ربنا عندنا. انا ابني عنده 27 سنة دلوقتي، هو عنده قرح فراش، عنده قرح فراش، اتهمل في النيل، اتهمل في النيل ماشي، اتهملوه في المستشفى الميري، قعد 8 شهور على المرتبة لما بوظ الظهر. اعمل ايه؟ عايز حد يساعدني. ساعدني يا سيادة الرئيس، اجن ابني. ده ابنك انت، ابنك انت، ابنك انت يا سيادة الرئيس. شوف لي حل فين. الاشعاعات اهي، اشاعات اهي يا سيادة الرئيس، معمولين هم، والتقارير اهي يا سيادة الرئيس، اهي التقارير بتاعته اهي اهي، والمحضر اللي انا عاملاه هو اهو، المحضر اللي انا عاملاه اهو في مركز المحمودية، ومحضر اهو عاملاه في ال اهي، المحضر اللي انا عاملاه هنا، واللي عاملاه في مصر مطروح اهو، صورة ابنه اهي، والاشاعات اهي، والتحاليل اهي. انا تعبت ومش عارفه اوصل لحل. ربنا يكرمك وتشوف لحل لابني. شاب بقى اعزب ما اتجوزش، عن 27 سنه وانا وليه غلبان على قد حالي، ولا ما حلتش حاجه. حتى بيتي والله العظيم بيتي معمول بلبوس، بيتنا معمول بلبوس، والله معمول بلبوس، لا ما هو مش مظبوط ولا حاجه، ولا قلت على باب الله ما حلتش حاجه غير الستر من عند ربنا، وده يتيم ابوه ميت قاعد ما حلتوش حاجه روح. يا سياده الرئيس، ده اخويا صنايعي بتاع محارم، وانا زيه، احنا ناس ارزقيه على باب الله، لا حيلتنا ارض ولا حيلتنا املاك ولا حيازات ولا الكلام ده كله، احنا بدراعتنا يعني اليوميه اللي احنا بنجيبها زمايله واصحابه من البلد من عندنا حضروا الواقعه، وهم اللي شايلين وهم اللي جايين بيه. حتى حضرتك من ضمن الاهانه اللي قالوها لمصطفى الشاب اللي حضرتك شايفه، ان المفروض لما شاب بيسقط من اعلى معروف ان دايما في قصور، المفروض ان بتتصل بالاسعاف هي اللي تيجي تشيله، انما حضرتك لما اخذ بقى اللي يشيله على كتفه ويجري بيه وهو ضهره مكسور، وحطوه في عربيه ملاكي وبقى يجري بيه في المستشفيات، واحد واقع من الساعه 9 الصبح ولا الساعه 8، اهله ما يعرفوش بواقعته الا بعد اذان المغرب. اخويا كان فين؟ اخويا اتبهدل في المستشفيات، اتبهدل في شيالته في الموقع، حتى الصناعيه اللي شالته وبهدلته قالت احنا نشهد معاك، والناس دي كلها موجوده ومستعديه تقف قدام النائب العام وتسمع شهادتها للنائب العام، انا ما ببلاش على حد. حضرتك الشركه بتطلع عليا اشاعه، والمجاول بيطلع عليا اشاعه ان اخويا كان شارب مخدرات وطلع يشتغل، حاجه بالعقل. في حد هيشرب مخدرات ويطلع يقف على سؤاله؟ في حد مقاول يعرف ربنا ويعرف اكل عيشه؟ في صنايعي زي ده يشرب حشيش ويشغله معاه؟ فطبعا المقاول مش لاقي حاجه يتكلم بيها، الشركه مش لاقي حاجه تتكلم بيها. انا معايا دلائل يا فندم، ادي المحضر والشهود موجوده في اي وقت، لو قدام النائب العام هيشهدوا بالكلام ده. شكرا يا ريس. الشيخ برضه بيجمعوا فيه.